وانتوا في قناتنا لما دوتوا الصورة دوسوا على دوسوا يلا يا اصحابي على الاشتراك عشان تشوفوا كل فيديوهات دودو الجميله. النهارده انا وانت يا دودو هنعمل ايه مع اصحابنا؟ طياره. بصوا بقى، هنركب اصغر طياره هليكوبتر. يعني دول كام جزء؟ 1 2 3 4، الخمس اجزاء دولت هيعملوا اصغر طياره هليكوبتر ممكن تشوفوها، وهنسمع كمان صوت الطياره. اوكي يلا نعملها. يلا بصوا بصوا، الاول هنجيب ديت، ماشي يا دودو؟ وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحط دي فيها. انا اهي 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 عشان صحابنا يشوفوا. بصوا دي اول جزء ركبناه، وبعد كده بصوا يا اصحابي كده ركبنا اول جزئين، ناقص 3 اجزاء. دودو بقى هيكمل التركيب. يلا هنعمل ايه؟ انا اهو نركب دي. برافو يا دودو. بصوا كده ركبنا 3 اجزاء، ناقص الجزئين دول. دودو برضو هيركبهم. دي الحتة دي اسمها ايه يا دودو؟ دي المروحة بتاعة الطيارة. وناقص ايه بقى؟ رجلين الطيارة، لما الطيارة بتطير وبتنزل بتقف عليهم، صح؟ هات بقى نفرجها لأصحابنا. بصوا دي طيارة هليكوبتر. ايه رأيكم دودو بقى هيطيرها بإيده وانتوا هتسمعوا الصوت بتاعها؟ اوكي؟ بنحبكم كلكم، باي.